هاي الغرفة هذه كروس كروس طلع من الكروس فعزين المطر بتكون فيه تحت هنا على الأرض في جطات مية وعنده بعدين الحج عنده عامل قلب مفتوح أخت معاقة والثاني الأخت الثانية عامل قلب مفتوح يعني كيف بعيش في وضع زي هيك طبعا أنا هاي مش شايف لا فايشة فرش تخوت ولا شيء يعني لا هلا هاي مش شايف الغرفة الثانية بس بقول لك على هنا كمان الغرفة هذه كيف تطلع كيف العفن لا مش أنت الأرضية والسد الحمام أظن الأرضية خشب صحيح؟ اه يعني مصلحات السكن يا هذول المرة هذه أرض السقف برضه الحمام ما عفن طلع كيف العفن كأنه خشب اه وخشب اه دكت طبعا هاي في الشتاء يعني مزراب مي بتكون اه مي كثير هاي الغرفة هذه البنا فيها الحج أبوي وأمي طلع كيف السقفية هنا نروح على الغرفة هذا الغرفة اللي بنى فيها الحاج اللي عامل القلب مفتوح أنت ساكن معاه طبعا؟ أنا بس بقيت ساكن وسعت متأجر سكنت ببيت غير صالح هنا كمان طبعا هاي مشاهد من داخل الكرفانات منطقة بيت حنون وكيف بتسير عند الشبابيك يعني بالمرة يعني صراحة السكن أصلا هذي حرام حدا يسكنها أصلا حرام حدا يسكنها طبعا هاي كارفانات عبارة عن خشب خشب وكلكل ما انت شايف ايش كلكل ايش هذا بحنا هذا بني ادم هذا الكرفان الثانية لاخوي هاي كرفانة العريس كرفانة العريس اه بس هو اهلي يعني هي غرفة انه بتاعته شوف الحظ تفضل تفضل كانت كلها بتصب مية كانت تصب صب أنا بصير تقريبا المي بصير تقريبا 60 سنتي شايف الناس ايش عامله اشترط رمل على حسابها حساب الخاص عشان المي ما تمرش من تحت الكرفانات وتعوم من جوا كل هذا اشتروا الناس وجيران هذول اشتروا رمل على باب كيف عشان المي تمر من جوا رغم ذلك بتعدي المي بتعدي المي طلعوا هذا كيف الجيران هذول التانيين كيف مسكين من المنطق كل الشارع تاعهم مدخل الدار سكروا عشان المي ما تخشش احسابهم الشارع برضه كمان الرمل يعني احنا بكنا في دار قاعدين ومتريحين ومبسوطين وامنة الله يعني صار اللي صار وقامت الحرب ونهد ندورنا علينا وانجبرنا يعني تأجرنا عودنا جينا هان يعني ما قدرناش يعني نتأقلم في الوضع اللي احنا كنا فيه بدهم فيش اجارات فيش اصحاب الدار طلعونا منها انجبرنا نيجي على هذا والكربات بس ما فكرناش يكون بالحال ها طلع كيف السطح كيف خشب بتلاقي المي بتتكوم تنزل علينا بتدلف علينا واحنا نايمين يعني هنا لما تدلف نقدرش ننام هان كله بتنتلي مي بنغرق ننزل بننام هيك عشقة بننزل يعني كيف الواحد والله وانا نحن نايمين بنقوم نجري يعني انا شايف الغرفة تقريبا شبه مفسخة يعني طبعا عبارة عن كرتون صحيح كرتون بدها ذايب هاي واحدة بقى علينا واحنا نايمين طبعا هذه مشاهد بعض الكرفانات في منطقة بيت حنون أقصى شمال قطاع غزة طبعا كما شاهدنا قبل قليل من داخل الكرفانات المواطنين كيف هي حالها من ناحية السقف والأرضية هي معاناة معاناة يعني بمعنى الكلمة كرفانات لا تصلح للعيش أبدا طبعا يعني في البرد هي يعني تكون بمثابة فليزر ما يسمى يعني باللغة العامية عندنا وطبعا في الحرب تكون طبعا هنا يعني بمثابة ما يسمى عندنا ساونا طبعا لا تطاق يعني لا تطاق في البرد ولا تطاق لا تطاق في الشتاء ولا تطاق بالحر في الاتجاهين لا تصلح للحياة